مرحبا جميعا، انا اسيل عمران، تابعوني على سناب شات ام بي سي. بداية خليني أتكلم عن انطباعي عن موسم الرياض. أبدأ بشكر معالي المستشار تركي الشيخ على إتاحة الفرصة للفنانين أنهم يكونوا متواجدين في هذا الموسم. هذه المسرحية بالنسبة لي تجربة جدا مختلفة. أول شيء مسرحية كوميدية، وهذه أول مرة مسرحية مصرية، أول مرة وفي موسم الرياض، فجدا سعيدة، تجربة مختلفة. الحضور كان كثير جميل، الفنانين اللي معي على المسرح للأمانة التعاون اللي بيننا كان جدا رائع، مع أني أول مرة أشتغل معهم. أستاذ أمير طعيمة أكيد ما قصر معاي، ما حسيت أن أنا غريبة، في فترة قصيرة قدرنا نتأقلم مع بعض. أما بالنسبة للتجربة بشكل عام، أعتقد أنها راح تفتح باب جديد وقاعدة أستنى هذا الباب. التمثيل اللي فيه غنى. ما في روتين مع شغلنا، انت متاكد ان في روتين؟ ما في روتين، بس انا بالنسبه لي اهم شيء في يومي اني على قد ما اقدر انام على الاقل 6 ساعات. التعاون مع تامر اكيد كان هذا التعاون الثاني، ولكن احنا قاعدين نحضر لفيلم، بالنسبه لنا كان تمهيد، في نفس الوقت الفكره كانت حلوه ولطيفه، فقلت ليش لا، تجربه حلوه وجربناها وحبوها العالم. ما في نظام. في أي شيء موجود؟ الحمد لله، خلاط ما شاء الله. إيش؟ سر جمالي. شكراً، أول شيء عينك الحلوة، ثانياً أتوقع كل إنسان جميل بشكل أو بآخر، خصوصاً لما يكون من داخله في ثقة، الثقة هي اللي تنعكس على طول على الشكل. ما أركب رموش، رموشي طويلة الحمد لله. أقدر أكل مندي كل يوم عادي. أطبخ بس مزاجية مرة، يعني دايما أقول الساعة اللي بطبخ فيها أفضل أطلب شيء 10 دقائق يوصلني وخلاص، أما طبخ ساعة وأكل في 10 دقائق لحالي ما تسمع. في كثير اسمه سر، ليش أبغى حد يعرف عنه؟ في مواقف، بس لما أحد يقول لي موقف أذكر دايما في الشغل، يعني أذكر مرة كان عندي اجتماع مع شركة صينية، وأول ما دخلت قلت لهم أنا مرة متحمسة أزور اليابان، فجبت العيد. أحد يلهمني في حياتي أهلي، أهلي من غير اختصار، يعني إخواني 7 وأمي وأبوي، لأن كل واحد منهم عنده شخصيته، بس إحنا بشكل عام ندعم بعض كثير، كل واحد عنده نجاحه، فدايم لما أشوفهم أحس إني أبغى أكون جزء منهم. شوف، للأمانة كان عندي، يعني كنت حابة كثير أن أنا أجتمع في عمل مع الفنان أكرم حسني، وصارت في هذه المسرحية. كويس. هل أفكر في الارتباط؟ أعتقد الارتباط الشيء الوحيد اللي لازم ما تفكر فيه، يجي هو بوقته، بالوقت الصح، بالوقت المناسب، لما أنت تكون جاهز من رب العالمين. هذا الشيء الوحيد اللي ما أحب أشغل بالي فيه. مواصفات، خلينا نقول رجل الأحلام، ما في فارس أنيمور، إنسان طبيعي، إنسان متفهم، إنسان يدعم، يناسب خلينا نقول طموحي، وأحب يكون إنسان طموح عشان أنا وهو نكون نحلم مع بعض، ما أكون أنا منطلقة وهو كذا قاعد على الأرض لحاله. ذكرى جميلة اليوم، عيد ميلادي. أنا عمري 34 حالياً، دخلت 34، وعادي، مو موضوع شجاعة، موضوع أن لازم نتعامل مع هذا الموضوع بشكل طبيعي، هو رقم. اللي أهم منه أنك تحافظ على روحك، تحافظ على صحتك، تحافظ على شبابك اللي أنت دائما تحس فيه. أما العمر، في ناس صغار مرة بالعمر بس تحسهم مرة كبار وكذا، عجزوا بدري، فهذا الشيء اللي أخاف منه. طولي 162، يعني أنا أذكر عمري أحسن من طولي، طولي أتفشل مرة كثيرة. ووزني 50 طبعاً، والكل عارف، وقلت وخشمي سويته، والدكتور مرة شاطر، وقلت للبنات إذا تبغون دليتهم عليه. قوية، جميلة، أحب شخصيتها جداً.
لجمهور ام بي سي، خليكم معنا، وجودكم كثير يهمنا، وجودكم يكبرنا ويعطينا ويدعمنا. وللي ما حضر المسرحية لسه، ترى باقي يومين، لا تفوتكم من جد.